ايه موضوع الغنى والموال؟ ليه الموال بالذات مع انه دي حاجه صعبه على سنك كمان؟ نحن بسوريا سهل علينا القدود، اسهل من حاجات تانية. اوكي، موال انواع صح؟ يعني اللي انا اعرفه موال حلبي صح؟ ولا انا بقول اي كلام؟ لا، حلبي. حلبي وفي لا في غير فروع، في ساحلي، في جبلي، في حلبي. ايه القريب لقلبك؟ كلهم. امتى اكتشفت ان صوتك حلو؟ لما كان عمري 9 سنين. فاكر حصل ايه؟ كان اخي الكبير يغني وانا ردد وراه، انا واخي التوأم. اخوك توأم؟ ولا توأم ولا حاجه، ده مش شبهك خالص. مش شبهك. بيخلق مش شبه 40، بس هو مو من 40. هو مش من 40 صح؟ طيب كمل لي الحكايه. كان اخي الكبير يغني وانا واخوي نردد وراه. بعدين اهلي اكتشفوا انه صوتي حلو. شوي يعني كل يوم او يومين ارجع اسحب موال، اتدرب على المواويل وطورت الموهبه. لو انا فاجئتك وقلت لك غني لي حاجه جزء من يومك بموال، ضروري عن يومي؟ مش يومي، لا، عايز تعمل حاجه تانية؟ ايه؟ قول لي. كان لي موهبه اكتشفوا اهلي ولموا ليها، وحتى وصلت لهالبرنامج وهلا نحن قاعدين. حبيبي. عاجبني جدا اعتزازك باهلك وباسرتك، وانه حتى لما قلت لك غني عن حاجه تخص يومك انت حطيتهم في يومك عشان هم كل حياتك. اكيد حقيقي بحييك.